عطيت سؤال، شنو هو الحاجه، سؤال يعني ماهوش انكاري ولا كيسيون، شنو هو الحاجه اللي تخليكم تشدوا سويع سويع وما تسلموا؟ شنو هي مولدي انت الحاجه اللي تخليك نجم تستنى 8 9 10 ساعات وما تسلمش حتى تخلط الهدف نتاعك، الحاجه اللي بتشريها، الحاجه اللي باش تعملها، الحاجه شنو هو الحاجه؟ ولا ما فما شيء؟ والله لا لا، ثم فكره لازمك توصلها تو دابور ساعه، ولا استنتاج معين، ولا حقيقه تلوج عليها، والا التحدي بينك وبين روحك. حاجه عندي في بيرسونيل لازمك توصل اليوم كيفاش باش تبدا نهارك، والبلانيفيكاسيون اللي عملته. ثم حاجات تستغرق منك، كنت ساعات تبرمج باش تفضها في ربع ساعه، تلقى روحك استغرقت فيها 5 ساعات. يعني لما تكون حاجه تجذبك اقوى منك، اما هي بالنسبه ليك لابد منها. طبق لي هذا على حاجه كونكريت. عمش نجيك عامل حاجه كونكريت، فما حاجه مثلا تحب تشري حاجه، تحب تمشي تفرج في سبيكتاكل، تحب تمشي تسافر، شنو هو الحاجه اللي يخلي مولدي القاسومي ينجم يبيت في الليل؟ تقد ها واش نقول لك انا في لو بوي دي فو بت 3 ايام البرة تعرفها في لي دو سيفر باش تشوف لي سبيكتاكل اللي تنجم تلخص لك تاريخ لا غروند هيستوار دو لا فرانس بروفوند، من حتى ليمونسيباسيون دو لا بورغوني تقريبا. 3 ايام من بيت البرة، خاطر ما تنجمش تسكن في الوتله هذيك ودولي، ما تقدر كان على انك تقص باس. دونك حاجه حبيت تفرج في حاجه استثنائيه، قدم لك الاضافه بكل معانيها. هذاك علاش انا بديت في الميكرو في الصغير، قلت لك الفكره والكتاب والنقاش. اما في حياتي صارت لي وحاجه ماشي سبيكتاكل نتاع عشويه ولا صبحيه، بقيت 3 ايام وتبات في البرة في الخلاء وعندك ساكادو والدنيا هذيك، لاني الشيء اللي قدمته لي بقيت نصرف منه. توا صارت لي هذه 2008 9 ثلاث مرات خاطر يعني عملتها تقريبا 5 سنين تقريبا، حاجه قاعده توا الى من بعد وليت في لي بارك، في علاقه باللي بارك داتراكسيون اللي نمشي لهم في الدنيا الكل، جو في لا ميم شوز تقريبا بنفس الذهنيه. ما تسيب ولا زاده صارت لي مره في لو فيتوروسكوب دو بواتي، زاد هذاك تدخل تشوف العالم 150 مليون سنه لقدام. توقع هكا فرصه باش عرفنا وين يمشي. مثلا هذه الحاجات اللي خليك اللي خلت مشيت على نهار بقيت 3 ايام، مش ساعه ولا 5 سوايع معناها. عميد شنو الحاجه اللي تخليك تبيت تقول مش مروح؟ هو مريم في المطلق، وبعد نقول لك على الحالات. هو في المطلق كل حاجه تحبها وتقتنع بها يقول لي عامل الزمن ما عادش تتبعه فيها يولي يطيح من كل حاجه. انا مثلا نبداها من حكايه بسيطه، انا مثلا يحكي لي حد وضعي يطلب مساعده، وضعيه مساعده دي مره نحكيو في اطار القانون معنا. يحكي لي وضعيه سيرتو من هناك الناس اللي نساتهم الاماني والاغاني، هي ساعات راهي القضيه حكايه فارغه من حقه باش يصير، تقعد سوسي للي يكمل للي يكملها للي يكمل، ونحس في روحي الوقت اللي يقول لي بارك الله فيك سيدي ما عملتلوش حاجه كذا حكايه فارغه، تهز ورقه من اداره لاداره وكلنا نعرفوا الاداره توصي حاجه اخرى زاد ما نرقدش فيها ما عمري لقيتها. هي وقت يجي باش نسافر، بل ما نسافر نقعد 24 ساعه نحب السفر، والسفر يقعد لي هيك حاجه معناها. معناتها اون فوا مشينا احنا هيك علاش انا جبت الموضوع ما بربطش معاك. دونك فوالا حدنا حد ليله السفر مش راقد الليله العامه. ادخل ادخل طارق، هذه الظروف ما نجموش نقعدوا بلاش بيك سي طارق. سيدي مرحبا مرحبا طارق كحلاوي، جبت فليجة الامور واضحه. ظروف السفر فوالا ظروف السفر هيك علاش معناها احنا العذر الوحيد ان حاجه بركه معناتها ما نجموش نستغناو على الميكرو. دونك توا يجيو للبلاتو سينيجي شنو هي الحاجه اي ما محليها اللبسه ها دي مراوغات به باش نسال نطرح عليه سؤال زيد هو طارق، ولكن نحب نعرف انت زيد شنو هو الحاجه اللي تخليك يعني تنجم تستنى 10 سوايع مثلا. شفنا لا توم بان نقول لكم علاش انا انطلقت بالسؤال هذا. حاجه ناجي تحب تشري حاجه، تحب تمشي البقعه كيما مثلا سمعنا العميد سمعنا فاجأتك كنتش تتوقع. شوف مريم انا اي تسهرني الحاجات اللي نحب نعملها يعني في المجال نتاعي. وقت اللي يبدا عندي مثلا نص يلزمني نكمله نصبح عليه يعني. احيانا نذكر انا وقتها ليله يعني قبل عرض المسرحيه نتاع سلطه الرابعه قعدت تقريبا حوالي 22 ساعه ما رقدتش، طاير عليه النوم نستنى فك العرض اللي بدا 7 نتاع الليل معناها وقتها باش بعد ما وفى العرض مشيت ديريكت معناها وقتها جاني نوم وارتحت غالبا لو تراك لو تراك انت خليك طبعا بالطبيعه خاطر يعني عندك 50 50 50% تصيب 50% تخيب
وما تعرفش على رد فعل. دونك انت كل ما تجي من تونس اليوم نورمالمون ما ترقدش ما لازم. والله توا مازال عندي تراك والله العظيم. دا سير عندنا تراك متاكده كلنا عندنا تراك، ولكن تنحى تراك هذاك راهو ما عادش عندنا كالموتور هذاك اللي خلينا نبداو في اخر لحظه، وعندنا لي بروميير سكوند هذوك اللي باش نطلقوا فيهم ديما موجوده تراك هكا ولا ستار. طبعا ايه انا لا قاعد نكتشف في وجه اخر نتاع نيجي معناها تراك والصوت. انت ما اكتشفت فكلي لا محاله شخصيه العميد لا ما نسيتش انا هو بدا من الاول قال لي ما جماعه من الصباح يبداو يستناو وشنو هما الشخصيات باش نقترحوهم، انا هاني من الليل دونك من بعد ما نسيتش تو نناقشوا ونحل في الديبا نسبق ب 24 ساعه. طارق شنو الحاجه اللي تخليك تشد الصف سويع وما تسلمش؟ يعني زدت معك انت حياتي كل حاجه في علاقه بالصغار. إذا كان فما حاجة عندها علاقة بالصغار طبعا يعني هذيك حاجة معناها ما نجموش، يعني من الحاجات البازيك اللي تمس أي معناتها تلزم المكان يلزمك سنة 10 سوايع تشري تذكرة معناتها ما تنجمش ما تضعفش في علاقة بهم هما، معناها لازم معناتها تلقى حل إذا كان يتعلق الأمر يلزمك تشد الصف فقط يعني. أنا شفت 3 زيماج أنا علاش قلتها اليوم خاطر صور من محبي الترجي الرياضي التونسي اللي البارح بيتوا في الليل صح. قدام لي غيشي باش يشريو التذاكر نتاعهم، ناس بيتة 10 سوايع ما بيتة في الشارع، يعني شوف محبة فريق اللي يخليك ما تعرف كان نخصوها في كلمة واحدة اللي يجمع بين الناس نحبها سوسيولوجيكمون الشغف لا باسيون. أنت شغوف بشيء ما التحديات كلها تصبر عليه تستنى سوايع وأيامات سورتو كان نقولوا عشقة عشق حاجه وفما حاجه عميد دونك اللي انا هذيا شفتها وهذيا قوس احنا نحبوا نحلوه علاش احنا لتوا نبيعوا في التسكر بالطريقه هذي. شفت انا انت تحكي على الشغف والعشق والحاجه اللي تخلينا نعديو سوا حاجه قعدت لي في ذهني وقت الانجليز باش يقدموا التعازي للملكه ناس قعدت 10 سوايع في الصف ناس 10 سوايع تستنى هيجل بقى يستنى ايامات بيشوف نابليون بونابارت وقت ما كان هو فيلسوف امبراطوريه بروسيا الفيلسوف الرسمي الملكي ولكن لما انتصر بونابارت وكانت عنده تصور مختلف في علاقه بونابارت ببروسيا انتظر ايامات باش في الاخر يشوف بونابارت متعدي من بعيد معناها الصف نتاع الناس اللي استنات في جنازه ستالين ستالين من الحاجات فما فيلم مازال كيخرج دايور دوكيومونتير فيلم هو على جنازة ستالين خذا حاجات قديمة من يعني من التلفزة وقتها السوفيتية ومن كيفاش الناس في جميع المدن السوفيتية قاعد تستنى ويعمل لك مقارنة بيان سور ستالين اللي قمع وقتل وقتل الملايين معناها كيفاش الناس كانت كونكتي مع وقاعدة تستنى عديد معناها في بعض الحالات خاصة في موسكو عديد الأيامات باش يدخلوا يعملوا طلة يشوفوا ستالين لك أكثر من الشغف هذا رمزية كاملة اللي هي ما يعنيش اللي حاجة باهية وخايبة تعني فما كونكسيون معك الحاجة يحبها في علاقة بالأشخاص يخاف من فقدان يخاف من فقدان مارادونا مارادونا مريم قعدوا تقريبا 4 أيام ولا 3 أيام قبل ما الناس تمشي من 8 تكمل ما 9 تعليم باش يخلطوا وفرحان وواقف حاجه تقتنع بها وتحبها راك تعمل جينا على حكايه تساكر اي فوالا وهذا تساكر رو تساكر رو نحكي للجمعيات الكل في الماتشوات شوك الكل مشكل الاسبيرونس معناها كلها في الماتشوات الكل اولا ثم ناس جايه من داخل الجمهوريه ثم اللي جاي بايت راهو من هنا والله اعلم واش عنده في تونس عنده تسكر ولا ثم اللي جاي من برا حاجه ثانيه راهو منظر مزري في تونس منظر مزري في تونس اولا ساعه في التنظيم انت تجي العباد تدز ما نحكيش على البرشنوار اللي عامل عجله العجله تتباع بارقام خيالي احنا لتو ما ناخذوش بالكترونيك نوقفوا حكايه يعني المارشينوار علاش ما نعرفش انا هذه انا اتذكر واشكاليات وامن وتفريق وعباد ولقات وبقات وبعد قالوا لهم زدنا 9000 تو انت 9000 مريم معلش ولا بالاكسيموجين يعني 9000 مريم معلش زدتهم كان وقت اللي العباد صار الضغط فيها خلينا نطرحوا المساله كما يطرحها الشارع التونسي فما حديث على انه بعض الناس في الامن تستفيد من الموضوع هذا هذا كلام وثم حتى اطراف اخرى تستفيد وحتى اطراف اخرى لما مرش نوار يدور بغض النظر على المصدر نتاعو كله غلط ما تمشي يصير ما جاش الوقت انه نطرحوا منصه الكترونيه للشعب التونسي انه يعني خاطر المشهد نتاع البارح راهو يحش وديما تكرر الناس طالعه على بعضها ونزيدك حاجه تارك مش قول لي حاجه صحيح حل توا شبكه التواصل الاجتماعي وفيسبوك
توا تلقى افوندغ تذاكر للمباراه وفما يجي 30 تذكره ويعطيك النومرو ويبدا يورق فيهم كاين واحده تاع رامي كاس عالم راهو كاس عالم ملايين مشاهدين منظم بدي بي الكترونيك احنا كل مره تصير الحكايه كيكه ويجي من نص الليل بايت غادي وتجي ناس تاخذ كارنيات وتبيع حاله ب 300,000 وبعد يقولوا باش نزيدوك 5,000 انا ما فهمتش علاش ما زادوهمش من الاول 9,000 ويتعاود المشهد معني مشهد مزري هذا كيما حكينا مريم في كوفيد وعندنا ذاكره مضروبه بشكل رهيب تو هكا الناس الكبار ما قالوا في كوفيد باش نعملوا لهم كارت يجبد فلوسهم من برا ولا هون يدز برا لو 25 كنتي البوسطه ولا بانكا تو تلقاهم طايشين هما نفس الناس هذاك برا نحيلوا كارت ب 10,000 ولا ب 5,000 ولا نعطيه له بلاش معناها عندنا برشا كلام نقولوا فيه مانيش قاعدين نطبقوا مريم ديجا وباش نرجع لحكايه علاش الناس ما تشريش على الانترنت وهاو توا قاعدين يحطوا في التصويره كيفاش يعني في مصر في 25 دقيقه حلوا المنصه وتباعوا التذاكر الكل قال العميد ناس تجي من من الجهات اي الناس هذوك ما عندهمش كونيكسيون راه اوسي راهو معناتها راهو الكذبه الكبيره نتاع راهو تونس كلها كونيكتي سوني با فري دو تو يلزم توفير الفرصه لانه تتباع معناتها التذاكر هذه الكترونيه قبل ما نقولوا اللي ما عندهمش يعني نحن نعرفوا حتى في حالات معينه فما سارفيات فك الموضوع نتاع العاملات في المجال الريفي في الاخر تعملت الامكانيه نتاع حتى تليفونات صغيره تنجم تدخل وكذا لهنا المشكل يظهر لي ماهيش متعلقه بالاكسيل الانترنت متعلقه ربما برفض مجموعه من الناس مجموعه من الاطراف والمجموعات لأنه تصير اكسيل الانترنت وعلاش لا فيبر اوبتيك ما فماش اللي هي تعطيك كونيكسيون خارقه العاده يعني عده تساؤلات ما تخلي علاش تخلي الناس مغشش شو انت كي تعمل هكا ما تلقاش كونيكسيون تتنرفز والله يا مريم حكاها لي واحد قابلته قال لي سي خليفه انا راني فلاح نسكن البرة قال لي تو موسم نتاع مواشي قلت له شنو المطلوب قال لي انا كي نهبط طول الرحبه ولا البطوار نهار الجمعه العشاء والبنوك مسكر قال لي ثم قانون يقول 5 ملايين و100 الف ولا 5000 يهزهم لي ونقعد نبحث قال لي يا اخي البنوك محلوله في تونس قال لي شنو نعمل انا قال لي جي سبت واحد وانا مشيت نبيع ولا نبيع على بالحق حتى القانون هذا ارفوار بالحق معني تو انت شنو تجي تقول له اي شي 5 ملايين وعنده 5 ملايين و100 هو 5 ملايين مبلغ تو مبلغ تو 5 ملايين معناها ساعات نعملوا في حكايات في تونس هو فما مشكل مش مع المبلغ عميد فما مشكل نتاع الفلاحه اللي هما مستنسين بال بال بالاسبيس دونك منظومه كامله يلزم احنا نخدموا عليها.